السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موضوع حلقة اليوم سوف يكون كيفية تثبيت ويندوز اكس بي على النظام وهمي فيرتوال بوكس. طبعا لمن لا يعرف النظام الوهمي فيرتوال بوكس، يرجع إلى مقطع الفيديو الذي خصصناه لهذا البرنامج. طبعا شرحنا فيه كيفية تحميل وتثبيت النظام الوهمي. طبعا لتثبيت ويندوز اكس بي على النظام وهمي نضغط على نوفيل، هون نكتب اسم المشروع ويندوز اكس بي. طبعا النسخة اللي راح نشتغل عليها ويندوز اكس بي اس بي 3 تقريبا تعتبر اخر اصدار لويندوز اكس بي. اضغط على كري نيكست نيكست. طبعا هنا خليها دي 2 نيكست. كما عملنا شرح سابق لتثبيت ويندوز 7 على النظام الوهمي فيرتوال بوكس، شوفوا موجود على القناة. نضغط على دي ماري. طبعا انا النسخه اللي راح اشتغل عليها موجوده على اللكتر سي دي، يعني موجوده على قرص حاطه بالجهاز. هلا مشغل الاقراص، بضغط على ديماري. طبعا انت اذا عندك نسخه ايزو موجوده بالجهاز يعني الحاسوب، تضغط على هاي الايقونه هون، تفوتك لهاي النافذه، تختار هون مثلا موجوده على الدي على السي، تختار وين هي، تضغط عليها وتختارها. طبعا انا ما راح اغير شيء، بضغط على ديماري. مثل ما انتم شايفين هلا بلشنا نثبت الويندوز. طبعا تثبيته مثله مثل اي ويندوز عادي، يعني مثله مثل الويندوز العادي، ما بيختلف الوهمي على العادي، بس الوهمي مثبت على ماشين فيرتوال بوكس، يعني هي تعتبر الحاسوب مو الحاسوب الاصلي. والويندوز الاصلي نفس الشيء، يعني نفس الكاركترستيك انه مثبت بس على الحاسوب، يعني مو شيء تاني. راح ياخذ طبعا معنا شوية وقت، لهيك ننتظر. طبعا في كتير نسخ ويندوز اكس بي، راح نشرح كمان كم نسخة راح نثبتهم لتشوفون ان شاء الله يعجبوكم. وراح نثبت كمان ويندوز فيستا بشروحات قادمة، وراح نثبت ويندوز 8 ويندوز 8.1 بشروحات قادمة كمان، وراح نثبت توزيعة كالي لينكس وتوزيعة اليوبنتو، وكمان راح نثبت الويفي سلاكس، توزيعة الويفي سلاكس، وراح نثبت كمان توزيعة الباك تراك. كم توزيع راح نثبتهم، انتظروهن بدروس قادمة ان شاء الله يعجبوكم. هلا نكمل مع تثبيت هذا الويندوز، ننتظر شوي. طبعا تجينا هاي النافذة، طبعا ما راح نغير شيء. نضغط على انتري. نضغط على انتري. انتم شايفين هلا راح يعمل فورماتاج لل
ننتظر ليخلص فورمات للجزء اللي بدنا نثبت عليه الويندوز. مثل ما انتم شايفين هلا وصل ل 20%، تقريبا خلصنا. هلا بلش يثبت الويندوز، ننتظر. مثل ما انتم شايفين بلش، ننتظر حتى يخلص. طبعا راح ياخذ وقت، هلا وصل 7%. ننتظر شوي، هلا عمل ريستارت. مثل ما انتم شايفين هاي الواجهة تاع الويندوز. راح يرجع يكمل هلا تثبيت، عم يثبت الدرايفرات تاعه. هلا ننتظر. مثل ما انتم شايفين 10 درايفرات هما. هلا بلش بالدرايفر الرابعة، رقم 4. خلص هلا تثبيت درايفرات، راح يكمل يعني مثل ما انتم شايفين.
طبعا هون نسجل اسم الحاسوب اللي بدنا نعمله. انتم شايفين انا سميته مثل حاسوبي الاصلي هاكر بي سي نت. نضغط على نيكست. نيكست طبعا هون يطلب منك تحط مدي باس، انا ما راح احط مدي باس، انتو يعني فيكم تحطوا مثل ما انتم شايفين. هون بحكي لي انه لسه في لازمه يعني ليخلص 32 دقيقة، طبعا راح نستنى عليه ليخلص. راح اوقف التصوير هلا. لسه تقريبا 10 دقايق ليخلص، انتظر. هلا عمل ريستارت، انتظر شوي. عفوا، نضغط على اوكي هون، نضغط على اوكي هون. طبعا هاي تعتبر يعني احدث نسخة ويندوز اكس بي، ما راح تكون يعني مثل الاكس بي العادي، احدث شوي يعني. هو تقريبا الاكس بي بشكل عام نفس المراحل كله يعني نفس الشيء، بس بيختلف يعني بشغلات بسيطة. ان شاء الله تعجبكم هاي النسخة مثل ما انتم شايفين. نضغط على نيكست. هون نختار اول خيار، نضغط على نيكست. هون عم يعمل كونكشن بالانترنت عنا، فيريفيكاسيون دي لا كونكتيفيتي انترنت، بس لأي راح نضغط على نيكست. هون نضغط على نيكست، خلي على الخيار الأول. هون نحط الخيار الأول. هون نكتب اسم الجهاز، طبعا راح اكتب هاكر. نضغط على نيكست. تيرميني مثل ما انتم شايفين بيان فيني، بلش يفتح معنا. طبعا راح نثبت كمان كم شغلة وبعدين يفتح. هلأ فتح معنا مثل ما انتم شايفين. طبعا هون راح يطلب منا شو البرامج اللي بده نثبتها وشو اللي ما بده نثبتها. طبعا نختار نحنا. طبعا اللي ما بدي اياهن بختارن واللي بدي اياهن بخليهن. بعد ما نحدد البرامج اللي بدنا اياهن نضغط على انستلي. هاي مثل ما انتم شايفين راح يبلش هلا يثبت معنا، ننتظر لحتى يخلص. مثل ما انتم شايفين هاي وبلش، بس يخلص بنسكره. طبعا حتى يخلص وصلنا هلا ل 50%. هلا خلصنا مثل ما انتم شايفين فتح معنا. هاي صفحة الويندوز. طبعا فينا نغير خلفية مثل ما اي ويندوز عادي يعني. ندخل هون على بروبريتي مثل ما انتم شايفين، نختار بيرو.
طبعا هون فينا نغير الصورة مثل ما انتم شايفين، التيم كمان فينا نغيرها. مثلا راح اختار تيم فيراري، هاي مثل ما انتم شايفين. ننتظر شوي، شفتوا كيف صارت التيم؟ ان شاء الله يكون عجبكم الشرح. مبروك عليكم ويندوز اكس بي، ونلتقي في شروحات قادمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.